تسريب للمكالمة بين بوتين وبين يؤكد فيها الوزير الإسرائيلي الوزير الأول الإسرائيلي بالقول وبالحرف لا يريد أن يضعف إيران، مشيرا إلى بشار الأسد، لا يريد أن يضعف إيران سيموته. وما طلبته موسكو واضح بشأن إيران في سوريا، وهو ما جاء أولا في تجاوز كل الخطوط الحمر السابقة، قصف ميناء اللاذقية وأيضا الآن مطار دمشق، وهذا ما كان معول عليه في وقت سابق إذ أكدنا أن القصف سيصل إلى قلب القواعد الروسية إن كان هناك سلاح إيراني لا يمكن للروس أن يقدموه، لأنه أساسا في أمانهم هم، وهذا الذي كان في وقت سابق في مجريات الحرب، لكن اليوم أصبح فيه قصف إسرائيلي من داخل القواعد الروسية وحواليها، فكيف بميناء اللاذقية ومطار دمشق؟ فكان الهدف معلوما، لكن محاولة إهانة عاصمة عربية هي العاصمة الأموية خلق إشكالا كبيرا جدا، أولا أمام هذا الحضور المحتمل لسوريا في القمة العربية القادمة بالجزائر، وإسرائيل تهددها بشكل مباشر وواضح أرضا بلا شعب وبلا نظام، وتسلم كل سوريا بلا شعب ولا نظام لروسيا. وجاءت هذه الصورة للقمر الصناعي كابل سبيس الموزعة عبر تويتر من أورينتال، ولآثار في حدود 2000 قدم الجنرال فاديم كوليت صرح بدلا عن الجميع ليقول أنه في 1:51 وإلى 1:59 كانت طائرات الآف 16 الإسرائيلية، وهي للعلم هي الآف 15 إي أي إسرائيل، وحسب الإسرائيليين فإن الكل مر عبر الجولان في هذا القصف لتأمين شديد جدا اليوم انطلاقا من الجولان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية في 8 دقائق من الساعة 1:51 وإلى 1:59 كان كل شيء قد انتهى أمام قصف مطار دمشق. كان معولا عليه، هذا ما أكدناه بعد قصف مخازن اللاذقية، كان واضحا جدا أن الخطوط الحمر تتساقط وأن مطار سوريا سيقصف لسبب من الرئيس، لأن القواعد نفسها وحسب البروتوكول بين بنت وما بين بوتين أو ما يسمى بالبروتوكولز الثالث أو الثلاث بروتوكولات الموجودة ما بين بيبي بنت بوتين، فإن أهم في قصف حوالي القواعد الروسية، كل القواعد الروسية التكتيكية والاستراتيجية منها، يعني الذي في طرطوس وحميميم وغيرها، وقصفت قريبا من حميميم وقصف ما في حميميم، لأن هذه مخازن لسلاح إيراني كان يستثمر في الحرب، وبعدها مباشرة أصبح ثقلا على روسيا، وروسيا تريد مغادرة الإيرانيين والتهام سوريا بكاملها. ولهذا فبالنسبة للإسرائيلي، ما دام أن الروسي يقبل بالحدود الحالية خصوصا بالنسبة للجولان، ولا يستطيع اليوم بوتين أن يضمن بأي حال ورجلاه غارقتان في احتلال القرم أن يقول باحتلال إسرائيل للجولان أو تحريك القانون الدولي، وآخر احتلال في 2014 قام به الروس ضد المنطقة ضد القرم. إذن وضع حالي اليوم صعب جدا ومعقد للغاية، إذ سنجد على أن المسألة بالنسبة لبشار اليوم سيصل مع الروس ومع الإسرائيليين ومع هذا التحالف إلى أحد أمرين، إما ألا يكون وإما أن يطرد إيران، أحد أمرين لا ثالث لهما. والغريب أن المسألة تزيد خطورة عندما سنرى بشكل مباشر أن الطائرات الأمريكية، وعندما نشرت هذا لأول مرة قبل 7 أشهر كان الكل يستغرب إلى المدى الذي وصل إليه الأمريكيون بالنسبة للـP-8 وما سمي بالطائرات التجسسية التي كانت آنذاك ترصد
المطارات ترصد الإقامات، ترصد مطار دمشق بدقة متناهية. الآن يسلم الأمريكيون ويسمح للأمريكيين بالطيران فوق الأجواء، فوق أجواء حميميم وطرطوس لإنفاذ هذه العمليات. يعني ما قبل العمليات هو مسموح به، ويكفي أن دائما يكون الطيران قبل ساعتين من القصف. الطيران الأمريكي التجسسي يكون قبل ساعتين من القصف، وتسلم هذه المواقع إلى روسيا. روسيا يكون في علمها ضمن التنسيق أن مطار دمشق، وقبل من العاشرة ليلا كانت هناك برقية واضحة من العاشرة ليلا لم يخبر بها نظام بشار ولا قواته ولا القوات الأخرى، من الساعة العاشرة وإلى الساعة الواحدة و51 دقيقة. نتحدث اليوم عن حوالي 3 ساعات إلى 4 ساعات، ورغم ذلك لم يرغب الروسي في تسليم المعلومة إلى روسيا، إلى سوريا، خوفا من أي تغيير للأهداف، لأن المهم عدم تغيير الأهداف من أجل إصابتها. هذا مهم جدا. واللاذقية، هناك أيضا تسريب واضح. لذلك بشار الأسد لديه أحد خيارين: إما أن يكون مع روسيا حصرا، وأول ما سيدفعه نظام بشار الأسد نسيان ما اسمه الجولان، عدم توسيع احتلال الجولان، وهذا بالنسبة إليهم شيئا جيدا. يكفي اليوم أن هناك رغبة أكيدة في ضرب المطار، مطار ليس فقط لدولة عربية تريد أن تعود إلى الصف العربي في القمة العربية للجزائر التي يرغب الإسرائيلي في إفشالها وبأي ثمن، بل إهانة للعاصمة الأموية وللشام ولكل سوريا والسوريا الكبرى وغير. كل هذا يسقط الآن أمام ضرب مطار دمشق. لذلك هذا الذي قد يسمى بالشرط النفسي الحالي، شرط يمكن قبول قصف فيه مطار دمشق، وهذا الذي توصل إليه الجميع بأن تمرير قصف الميناء سبب في تمرير أيضا مطار دمشق. ومطار دمشق الذي كان محصنا إلى حد بعيد، اليوم فإن الحصانة السياسية والجيوسياسية انتهت لنظام بشار الأسد عمليا. وهنا يحضر شيء أساسي للغاية: إن أراد السوريون الذين بقوا إلى جانب بشار الأسد في إعطاء دفعة جديدة، فالبنية التحتية سيمتلكها الصينيون حصرا، وهذا يقبله بوتين، وقالها بوتين صراحة: إعمار سوريا للصين حصرا. وهذا الذي يقبله ويمرره الإسرائيليون، وتواجد الأمريكي في سوريا من أجل منع مثل هذا الوضع، لأنه وضع مخيف جدا. إن أصبحت سوريا وبديون مرتفعة، هي اليوم مديونة للحرب إلى موسكو، وديونها مرتفعة ولن يدفعها بشار الأسد، وسيأتي الصيني بديون اقتصادية، هكذا سيفرم هذا النظام بين ديون الروسية وديون الصين، والأمريكيون لن يجدوا موطئ قدم في هذه العملية كلها. لذلك فما يجري الآن هو أن يكون الجندي روسيا ورجل الأعمال أو المستثمر صينيا، وبالنسبة للأمريكي يرفض هذه المعادلة، لأنها معادلة ستكسر الجميع، ستربط ما بين الصين منطلقة من العراق وإلى سوريا. إن كان هؤلاء الروس يرغبون في إبعاد إيران، فإنها ستدخل بطريقة أخرى عبر الصين. لذلك التوجه الأمريكي يختلف عن القراءة القصيرة المدى لكل من بوتين وبنت.
هذا الذي يعطي أن الصين إن تواجدت في سوريا ستبتلع العراق بين فكي تواجدها في إيران وفي سوريا. إنما يجري الآن مجرد افتراس، لم يعد حتى احتواء، الآن افتراس المنطقة، وهذا يصعد وبشكل كبير جدا من الأزمة الحالية والمرتقبة في الأفق القريب. إذن ضرب مطار دمشق رسالة إلى بشار الأسد بأن ما كان يفكر فيه من سيناريو مقاومة من داخل الجولان انتهى مع مرتفعات ترامب ومع هذا ما يسمى بقوات سلام لروسيا من أجل إبقاء الحدود على ما هي عليه، وانتهى هذا الموضوع. ذهبت الأمم المتحدة وقانون الأمم المتحدة وقضية ما يسمى بالانتشار للبعثة هناك، كل هذا انتهى وأصبح هناك قوات سلام روسية تحافظ على هذه الحدود التي ورثوها عن بشار الأسد، وهذا يقفل بشكل نهائي مسألة الحدود السورية الإسرائيلية. المسألة الأخرى أن هناك اتفاق طويل سيكون لتسعة وتسعين سنة، خمسة وسبعين سنة، سبعين سنة حسب الحقول، والمياه الإقليمية أيضا وشرق المتوسط، كل هذا ينسحب منه الإسرائيلي ويعطيه للإماراتي على أن يأخذ ماله، وأيضا بالنسبة للغاز المسال كما ذكرنا إلى مصر، كل هذا بصفقات يرغب فيها الإسرائيلي في أخذ الدولارات لا أكثر ولا أقل دون أي تبعات لا عسكرية ولا جيوسياسية ولا غيرها، لا ضد تركيا ولا ضد أي كان، لأن التفكير أكبر من ذلك. التفكير ليس في البحر، التفكير في الأرض، التفكير في استدامة الجولان. وأهم شيء اليوم عند بنت ليس البئر الغازي بقدر ما الوصول إلى تأمين الجولان بشكل كامل. هذا الذي يحدد الآن إسرائيل، لأن إسرائيل اليوم هل ستقف على حدود الجولان بعد ابتلاعه وضمه وإعلان الأمريكيين أنه جزء من أراضي إسرائيل؟ السؤال المطروح هو أن حالة توسيع الاحتلال واردة ولا يجب أن تبقى، على أقل تقدير هذا ممكن أن يسلمه اليوم الأمريكي وأيضا الروسي عبر قوات سلام روسية في الجولان وعبر الأمريكيين الموجودين هناك، لا تغيير للحدود الحالية، الحدود الموجودة. إذن هذا الذي يسعى معه الإسرائيلي إلى تثبيت وضع جيوسياسي حاسم. أيضا بالنسبة للسياجات، لذلك إسرائيل تسعى إلى سياج وحدود، يعرف جيدا المصري أنها تطمع دائما في أن تكون ما بعد، ولذلك سيج هذه الحدود وسيج الإسرائيلي مع غزة خوفا من تمدد دائما مع السياج، وهكذا يمكن الوصول الآن إلى صعوبة أساسية يراها الجميع. جانس وبنت، الأردن، احتواء الأردن، عدم مصادمة الأردن، لأن خيار نتنياهو مصادمة الأردن وخلق الترانسفير على الأرض، هذا هو سر ما كان عليه يوسي كوهين ونتنياهو. اليوم فيه احتواء والوصول إلى نفس النتائج، لا مصادمة كي لا تحضر إيران إلى الأردن، ولا يستدعي العراق هذا الخط، لا يبتلع معه الأردن، يعني إيران العراق بين قوسين وإلى الأردن، هذا الخط تحديدا يجب احتواء فيه الأردن. وكل هذا من أجل القول مباشرة أن الإبقاء على الوضع الحالي لا مع الملك الأردني ولا مع بشار الأسد في حدود الرقعة التي رسمت، لا للأردن ولا للسورية، وهذا واقع الحال الآن. لكن مع ذلك هناك ترتيب أخطر بكثير، أن الإسرائيلي يمكن في حال تعقيد الوضع أن يدفع مباشرة إلى التدخل،
والمسألة اليوم أن هناك قضية القدس حسمت بزيارة ولي العهد الأردني تحت السيادة الإسرائيلية وبحضور جند وكل أجهزة الأمن الإسرائيلية في زيارة ولي العهد الأردني إلى القدس. انتهى البروتوكول. انتهى البروتوكول أيضا مع قصف مطار دمشق. إذن هناك تجاوز للخطوط الحمر. إذن استخدام القوة بهذه الطريقة جعل الأمور أوضح بكثير مما سلف، وأن بنت اليوم يسعى وبشكل مباشر إلى قبول كل الشروط الروسية وتنفيذها بالحرف عبر الطيران الإسرائيلي، أو أن الوضع سيسوء أكثر. وهنا جاء ليؤكد الإسرائيلي وانطلاقا من تسريب الأقمار الصناعية أن ما ورد فيه على الأقل عدم معرفة بنوعية الطائرات القاصفة، فقد استبدلت الاف 15 اي بي الاف 16، ونعرف ضعف الاف 16 كما ظهر، ولذلك فالاف 15 اي هي التي نجحت في كل هذه الضربات الأخيرة لسبب رئيس، لأن في حدود الستين هذه ما يسمى بقانون الستين، وهذا ما أشرنا إليه في وقت سابق بأن لا ينظر شيء، الرادار الأرضي لا ينظر شيء في حدود الستين ميلز، ستين ميل لا ينظر أي شيء، وبعدها في حدود الثلاثين إلى الخمستاشر يخرج عن السيطرة، يعني لا يتمكن من أي شيء. أولا الصواريخ الإيرانية كلها دمرها الروس، وطلبوا من الفرقة الرابعة إعادة الانتشار، وعملوا كل ما في جهدهم قبل أن يعيد الإيرانيون انتشارهم انطلاقا من مطار دمشق كان هذا القصف. إذن هم يستثمرون أولا قضية الانتشار، ثاني مسألة أن بشار الأسد يجب أن يقرر أن الروس وحدهم يجب أن يكونوا على الأرض السورية، وهذا هو الواضح جدا، هذا ما يريده بوتين وهذا ما يريده بنت، واليوم المطلب واحد، لا يمكن لإيران أن تبقى هناك. أما بالنسبة لقصف دمشق فليس قصف مطار دمشق فليس فقط لأن هذا مطار، إنما لأن هناك سيادة، وهنا لا يعرف الإسرائيلي هذا الخط الأحمر اتجاه بشار الأسد اليوم. وبشار الأسد عليه أن يختار إما في الذهاب بعيدا مع الإيرانيين، وحسما سيكون الوضع مختلفا مع الروس وسيكون خلاف قوي مع الروس، وإما أن يذهب مع روسيا ويترك الإيرانيين، وهذا الخيار خيار يجب أن يحسم على الأقل في نظر بنت وفي نظر غيره، لأن في اختيار إيران حليفا يعلن الحرب المباشرة اليوم عبر الطيران، بعد غد عبر القوات البرية، واليوم أيضا هناك قصف للموانئ البحرية، كل هذا يعني أننا أمام وضوح شامل بأن الحرب القادمة ستكون برية أيضا، لذلك فتوسيع احتلال جولان محتمل وبشكل كبير جدا. بالنسبة لروسيا تضمن أن تبقى سوريا على الحدود التي هي الآن عليها منذ دخول الروس إليها، إذن هذه الدولة بهذه الحدود يضمنها الروس ببساطة شديدة. بالنسبة للأمريكيين يتخوفون من إعمار، من تسليم الإعمار للصين فتصبح سوريا صينية روسية، وبالتالي سيكون هناك الصين من إيران والعراق باتجاه سوريا، وهذا مخيف لأنه في آخر المطاف سيبتلع أيضا إسرائيل، هذا الذي يتخوف منه العقل الاستراتيجي الأمريكي. في كل هذا نضع أمامكم هذه الخارطة وهذه القرارات التي أصبحت مكشوفة اليوم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.